السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أختكم، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القديم، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجديد. كنرحب جميع الأمهات والأخوات والإخوان اللي يلا انضموا للقناة ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على الكومنت التزوين ديالكم. فريمون هاد لا فيديو هذا بزاف ديال الاخوات كيتسناوه، وكما قلت لكم انا ما كنطولش عليكم بزاف، وانا ديما معكم. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف القناه ديالي، ما تنساش دق الجرس وتابونا ولا سبسكرايب ولا اشتراك في القناه باش يوصلك ديما الجديد ديال اخت قلوبنا ان شاء الله يا ربي. قبل ما نبدا لا فيديو، قبل ما نبدا لا فيديو، بزاف ديال الاخوات سولوني على لا فيديو اللي حطيت قبل ديال واحد المنتوج ديال نوتريانا، شنو سميتو شنو هادي. كاين اللي دابا المشكله البنات كتفرجوا في لا فيديو وما كتكملوش حتى التالي، ولا ما كتفرجوش نتوما كتصنتوا بالعقل. البرودوي سميتو نوتريانا، والنمره ديال السيده خليتها لكم في صندوق الوصف اللي كيكون من تحت ديال، كتلقى واحد المثلث صغير في الجنب، كليكي عليه يعطيك تما كيتحط لكم النمره ديال السيده، تواصل معاها كتوصل لكم لا كوموند حتى للدار ديالكم. خدوي زوين بزاف 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 صراحه البنات، والله الا فريمون زوين. المهم داز هذاك باردون، هذا هو المشكل اللي كنت باقا ما كنخلينيش ندير لا فيديو. يلا كنحط لا فيديو نديرو، ما كنتش والله انا بزاف كنبقى نكح 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 نكح. دونك ما احسن كنقول خلي تنبرا ان شاء الله يا ربي باش ندير لكم لي فيديو زوينين. وصراحه ديجا كنت خرجت فلوغيت لكم، ولكن لي فيديو ما عجبونيش بزاف وصافي، وانا نهدا ما حطيتهم الصراحه. المهم الوصفه ديال اليوم كيفاش نزيدو في الوزن، كيفاش نزيدو في الوزن. بزاف ديال الاخوات والاخوان عندهم مشكل ديال الزياده في الوزن، كيزيدو في الوزن في الكور ديالهم، ولكن في الوجه ديالهم كيكون عندهم مشكل ما كيزيدوش فيه. وماشي وحده ماشي جوج منهم، حتى انا كنت هذا المشكل عندي، ولكن الحمد لله دابا صافا اللهم لك الحمد. ضروري من الرياضه للوجه، ضروري من مساج للوجه، ولكن بزاف ديال الاخوات ما كيديروش لا رياضه للوجه لا مساج للوجه. منهم انايا واخا كنقول صراحه بعد المره كندير بعد المره ما كنديرش. كيف ما قلت لكم شنو هو هاد الوصفه اللي غنحطوها هاد النهار ان شاء الله. يا هاد الوصفه سهله، ما كتكرفناش دراهم بزاف، في نفس الوقت ما فيهاش مده طويله باش تصاوبيها، وفي نفس الوقت بمكونين اثنين فقط، ما فيهاش بزاف. كاين بزاف ديال الاخوات كيعكزوا فيهاش بزاف، ولكن فيها جوج المكونات. المكون الاول اللي هو قبل ما نبدا لكم المكونات نعطيكم لي زانغغيديو اللي فيها. كتهزي ورقه ستيلو وتسناك انايا لما تهزيها باش تقيدي، نقيدو ورقه ستيلو نقيدو المكونات ديال هاد الوصفه هادي. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المهم انا كنهضر معكم وكنتعامل على طبيعتي، اللي بغات تقول كتبرهاش، اللي بغات تقول اي حاجه. بزاف ديال الاخوات يبقاو يهضروا، ما عنديش مشكل. المهم بزاف ديال الاخوات كيحبوني، بزاف الاخوات الاخوان كيحبوني، هذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى، ما عنديش مشكل في حتى شي حاجه. شوف دنسوق اللي بغى يقول شي حاجه يقول لي العيد غدا، نقول له مبروك العيد، يقول لي رمضان راه رمضان جا، نقول له الله يصوم لك الكامل. المهم كما قلت لكم هزنا ورقه ستيلو وتسنينا شويه المكونات شنو فيهم. المكون الاول اللي هو العنب المجفف، اللي معروف بالعنب المجفف ومعروف بالزبيب، حنا كنقولوا الزبيب ولكن كاين اللي كيقولوا العنب المجفف. كناخذ واحد نص كاس ديال العنب المجفف ديال العنبه، كاس ديال العتاد الكبار ديال العنب، كنقول حنا كبار يقد هكا، كناخذ النص ديالو كنديرو تما كيناتي، كنعمروه بالماء. اجتاني لي بشي دابا انايا كنقول لكم زانغريديو ومشيت كنقول لكم نكمل لكم الوصفه باش ما نخلطش عليكم. ها انتما كما قلت لكم كناخذ واحد كاس ديال العنب، كاس ديال العنبه كنديرو في شادشي. المهم ما نطولش نكمل في هذا الفيديو وما نقطع والو. قلت لكم العنب مجفف، وثاني مكون اللي هو النشا او مايزينا. العنصر الاول ولا
المكون الاول الاول اول الاول اللي هو العنب المجفف، المكون الثاني اللي هو مايزينا او النشا. كيفاش الطريقه نخدموا هادو؟ اي جبنا على شكل كريم، اي ولونا خصنا نخليو نرجعو على شكل كريمي. اول حاجه شنو كنديرو اللي بعد نشوف الطريقه. انا مشيت لكم الطريقه هي الاولى صراحه غلط، ماشي غلط صافي كنسى وكنبقى نهضر معاكم صافي، خاصني نعاود لكم كلشي دقه واحده ونوض لحالي. كما قلت لكم كناخذوا داك العنب، كناخذوا واحد الكاس ديال العنبه ولا كاس كبير هكا شويه، كناخذوا النص ديال داك الكاس تنعمرو بالزبيب العنب المجفف، كنعمرو به الماء، كنخويو فيه الماء. من بعد كنخليوه ليله كامله يبات، ديرو في الليل نخليوه حتى لغدا عاد نخدمو به. كيفاش نخدمو به؟ داك العنب مي كدو داك النص كيولي لنا النص، كيعمرنا النص الثاني كيزيد كيتنفخ. يا درنا نص ديال الكاس ديال العنب، ديال العنب المجفف اللي هو الزبيب، كيكملنا النص الثاني مي كيتنفخ. دونك مزيانه لحد الان مزيانه. كناخذوه بداك الماء ديالو كنديروه في المونيليكس وكنطحنوه. مي كنطحنوه شنو كنزيدو معاه؟ كنزيدو معاه النشا. شحال ديال النشا نزيدو؟ نزيدو واحد معلقه كبيره ديال النشا، لقيناها خفيفه بشويه نزيدو واحد نص معلقه ولا معلقه صغيره ديال النشا. كنوليو نطحنو كلشي وكيجينا على شكل كريمي، كيجي شكل كريم، كريمه كتجي. شنو كنديروها؟ كيفاش كنخدمو داك الكريمه؟ داك الكريمه كناخدوها البنات هاد الوصفه هادي فريمون، ماشي البنات، كاين حتى الدراري اللي كيكونوا كيديروا ما عندهمش اللحيه يمكن له يديرها، لان ما فيها حتى شي حاجه اللي تضر ولا اللي تقنط ولا شي حاجه، بالعكس هو يمكن له صوبها راسو. كنطحنوا كلشي، كان واحد ناخذ واحد البو كندير فيه هذاك الخليط كيولي لنا شكل كريم. من بعد البنات كيفاش كنخدموه؟ فوقاش نديروه؟ شحال من مره نديروه في النهار؟ كنديروه جوج المرات في النهار الا كان وجهنا وجهه ضعيف بزاف. كيفاش كنخدموه؟ ما كنديروش النفنه، ما كنديروش هنايا، ما كنديروش هنايا، فريمون كينفخ كيصحح، عفوا ماشي كينفخ، كيعطيك واحد هاد الوجهي واحد الحنيكات. كنديروه في الحنيكات ديالنا سيتو باش الحنيكات كيخرجوا لنا وكيبقى يدوا لنا. الا درنا في النفنه ولا في الجبهنه ولا في هنايا هي تصحح. دونك حنا خصنا نبينوا الملامح ديالنا نبينوا الملامح ديالنا اللي عندنا جوج مرات في النهار الا كان ضعف وجهنا ضعيف بزاف. كيفاش نديروا؟ نخليوه حتى كيبس وجهنا، كيتشربوا لابو ديالنا، كنغسلوا وجهنا عادي، كندير جي كريم كمرطب وصافي. هادو اللي وجههم ضعيف بزاف ولكن اللي وجههم شويه نورمال ما ضعيف ما ضعيف ما غلط نديروه مره واحده من الليل الليل. والبنات نديروا الحنيكات ديالنا وتا هاد البلاصه هادي اللي كتكون عندنا كاين اللي كتكون عنده لي سيرن لي بوش ديال هاد البلايصات هادو تيكونوا غارقين، دونك نديروها حتى هنايا. نديرو في الحنيكات ديالنا ونديروه هنايا فهاد فهاد الكوطون كوطون فهاد الكونتور ديو ديالنا حتى هو نديروها فيه. نديروها مره واحده من الليل الليل، نخليوها تابسوربا في لابو ديالنا وتنشف. من بعد نغسلو شحال ما خليتيها نص ساعه ساعه ما تخافيش منها كاع. نغسلو وجهنا ما عندهاش وقت محدد في شحال المده ديالها، نغسلو وجهنا نديرو شي كريمه الى وضبتي عليها على هاد الوصفه هادي كوني اكيده في ظرف سيمانه غتطلع واحد النتيجه جد رائعه وغير مكلفه. هذا هو لا فيديو ما فيش بزاف، ولكن بغيت نكمل معكم الناس اللي يقولوا لي عندنا لابو ديالنا سيش ولكن اللي درناها غادي تنشف لنا. فريمون ما تنشف لكمش كونوا اكيدين، مي في حاله الا كانت لابو ديالك سيش بزاف ودرتيها خدي كريم ايدغاتاسيون اللي ايدغاتي لك لابو ديالك. ونصيحتي لكم الثانيه ديري لها من بعد ما تكوني خارجه في الصباح ضروري، حتى كلي تقدر تبات بها ماشي مشكل، من تغسلي الوجه ديالك دهني واحد دهني واحد الكريمه من التحت، من بعد ديري ليكرون ديالك وعاد خرجي. لان النشا شويه كينشف لنا كيتابسوربا كتجبد لنا لابو، ملي كتجبد لنا لابو كتخرج لنا هاد التفيفيحات اللي عندنا هنايا، تخرج لنا البليصه هادي هي كتعطينا الفالور ديال الوجه ديالنا، كتعطينا واحد الانثويه للوجه ديالنا.
هذه هي الوصفه كما قلت لكم، ما فيهاش بزاف ما كثيرش بزاف. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ولا تشوف القناه ديالي، ما تنساش تابونا ودق الجرس وتخلي كومونتاريوس باش يوصلك ديما جد ديال اخت كلوبنا. ان شاء الله يا ربي تنحبكم وتنموت عليكم، وان شاء الله اللي بغى شي وصفه ولا شي تساؤل يخلي لي في الكومونتير، راني كنجاوب كل واحد انا حدا باذن الله ان شاء الله يا ربي. وسمحوا لي اللي طولت عليكم، وسمحوا لي الا غبرت عليكم. واللي بغاني مرحبا به الفيسبوك ديالي، بزاف ديال الاخوات كيسولوني عليه، اللي هو لبنى الرئيس لبنى، او الانستغرام ديالي لبنى تيري بالويت جمالي في صحتي، او لا البدراوي تيري بالويت جمالي في صحتي. الانستغرام كيف ما كتبتيه يطلع لك باذن الله يا ربي. الى فيديو مقبل ان شاء الله، ما تزابيش اختكم بنا كتموت عليكم. باي باي.